سلام من الله عليكم، أهلاً وسهلاً بكم في الرسالة اليومية للمؤتمر السابع من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول، يوم سابع مهدوي يختتم به أسبوع الإمامة العلوي بجوار أبي الفضل العباس عليه السلام، وتحت شعار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف العدالة الإلهية الموعودة. سنوافيكم بكل التفاصيل، فكونوا بالقرب. لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشكر العتبة العباسية المقدسة على ما تقدم من جهود في هذه الأيام في التحضير والدعوة إلى هذا المهرجان المبارك الذي فيه ما فيه من الأمور المهمة جدا، وهو التصويب على التعرف على الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في كافة جوانب حياتهم، إن كانت الدينية أو السياسية أو الاجتماعية، وهذا ما يجعل الجمهور المؤمنين يتعرف على أئمتهم بشكل واضح وبطريقة علمية سليمة. وهذا من توفيق الله عز وجل أن وفقنا لأن نكون حاضرين في مثل هذه المؤتمرات المباركة. نبارك للعتبة العباسية المقدسة على إنجاح هذا الأسبوع المبارك، أسبوع الإمامة الدولي الذي تميز بعدة مميزات، من أهمها أنه اشتمل على مسارات معرفية وثقافية متعددة تخص أهل البيت سلام الله عليهم، وأستطيع القول أن هذا بمجموع هذه المؤتمرات تمثل موسوعة فكرية وثقافية وعلمية تخص حياة أهل البيت سلام الله عليهم، وقد انماز كذلك بحضوره الكمي والنوعي وكذلك برصانة البحوث المشاركة فيه. هذه البحوث لو صدرت بشكل جيد وبشكل إعلامي جيد وأقيمت لها بعض التعريف، لا تكون حبيسة الكتب فقط لكنها تظهر إلى الإعلام وتصدر إلى الخارج وتترجم إلى لغات مختلفة، كما علمت من سماحة السيد الصافي أنه أوعز بذلك، وهذه خطوة مباركة جدا أن نظهر هذا العلم إلى الخارج لكي يتعرفوا عن أهل البيت وعن الإسلام من النظرة الإمامية، لأن النظرة المصدرة هي من المدارس الأخرى. أولاً جينا من قارة الأفريقية من دولة نيجيريا عن طريق مركز الدراسات الأفريقية تابعاً أيضاً للعتبة العباسية. منذ ذاك الأسبوع يوم الخميس حضرنا الافتتاح وحضرنا الحفلات متعددة كما عرفتم، أكو برنامج كاس لهذا الأسبوع الجديرية. استفدنا كثير كمستبصرون، سمينا أشياء الغريبة وعلوم الذي سابقاً ما عرفناه حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقضية الغدير كيف وقعت، ماذا حدث، ماذا جرى، وما هي فيها، وكل هذه العلوم سابقا ما عندنا علم بها، ولذلك استفدنا كثير من خلال هذا الأسبوع. سمينا من الباحثين متعددين واستفدنا منهم. المدة الصباحية من المؤتمر السابع قد انتهت، وعند انتصاف النهار سنكون مع جلسة بحثية أخرى تنهل من فيض الانتظار صبراً جميلاً، فكونوا بالقرب. بداية حقيقة نشكر جهود العتبة العباسية المقدسة وكذلك جمعية العميد
على هذا التحشيد الإعلامي والعلمي والمعرفي لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالأئمة عليهم السلام. هذا المؤتمر حقيقة مؤتمر كبير وعظيم قامت فيه العتبة العباسية. قد اشترك فيه نخبة كبيرة من الأساتذة من الجامعات العراقية لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام فيما أطلقت عليه العتبة العباسية بأسبوع الإمامة تزامناً مع أعياد الغدير. العتبة العباسية المقدسة مشكورة قدمت لنا أسبوعاً رائعاً من الفعاليات والنشاطات المتنوعة العلمية المباركة حول الإمامة وموضوعاتها فيما يخص ابتداءً من موضوع الغديرية وانتهاء بالوعد الإلهي الذي تنتظره البشرية جمعا. ما رأيناه من دقة في التنظيم وتنوع في مجال يعني في أماكن إقامة هذه المؤتمرات العلمية وتخصيص يعني لكل إمام أو إمامين محور معين للحديث عنه بمجموعة من الباحثين. واقعا حتى المسابقات فيما يخص مسابقة المقالة والقصة وغيرها هذه النشاطات تشعر أن هناك اهتمام بالجانب العلمي والثقافي والمعرفي من قبل العتبة العباسية. هذا من جهة. الأمر الآخر أنه ببركة العتبة العباسية اطلعنا على كم هائل من المعلومات والخبرات التي استفدنا منها سواء من قبل المشاركين من داخل العراق أو من خارج العراق. حقيقة هذا المؤتمر مؤتمر مهم وحيوي لأنه من ناحية يتناول موضوعا أساسيا ومهما يهم المسلمين خصوصا أتباع مدرسة أهل البيت، لأن الإمامة هي محور في هذه المدرسة المباركة، الإمامة التي أكد عليها القرآن الكريم وأكد عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان للحضور بحوث مهمة ومفيدة ومثمرة بهذا الخصوص فيما يرتبط بشؤون الإمامة وخصائص أئمة أهل البيت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن مثل هذه المؤتمرات تجمع المؤمنين الباحثين من أقطار العالم، تتلاقح الأفكار، يستفيد كل منهم من خبرة الآخر ومن طرحه، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا التلاحم بين المؤمنين في العراق وخارج العراق. جميل جدا حقيقة أن نرى في باحة هذه العتبات المباركة حضور علمي جميل من مختلف دول العالم. اليوم العتبة العباسية انبرت وهي سباقة في كثير من المشاريع إلى عقد هذا المؤتمر الجميل التي جمعت فيه كل هذه الطاقات العلمية في العالم لتقدم أوراق بحثية جميلة منظمة مرتبة علمية جمعت بين الطابع العلمي والأسلوب الأكاديمي، وهذا أمر جدا مهم. وكما دافع أبي الفضل العباس سلام الله عليه عن الإمام بكل ما يملك، استطاعت العتبة بمسؤوليها بمتوليها الشرعي بأمينها العام استطاعوا حقيقة أن يقدموا صورة جميلة رائعة من خلال هذا المؤتمر. مع انتهاء المؤتمر السابع يكتمل عقد اللؤلؤ بعلوم 12 إمامة
ولم يتبقى إلا سويعات، ونكون مع مسك ختام مؤتمراتنا السبعة وإذانا ببدء الحفل الختامي، سنوافيكم بتفاصيلها فكونوا بالقرب. طبعا دور قسم العلاقات في مؤتمر اسبوع الامامه دور كبير ومهم جدا. احنا بما يسمى بالدعم اللوجستي، ان شاء الله اليوم الختام مشيئه الله بعد الختام راح يقومون قسم العلاقات باصطحاب الوفود الى المطارات وتوديعهم بالسلام ان شاء الله. طبعاً أسبوع مؤتمرات الإمامة الدولية الثقافية الأول كان ناجحاً من حيث العمل العلمي وفضلاً عن التغذيات الإعلامية. مؤتمر الأول، واليوم إحنا كانت عندنا 3 فضائيات البث مباشر، عندنا عشرات الفضائيات أخذت الفيد وأخذت البرامج تسجيل، وبالنتيجة التغطيات هذه راح تكون أيضاً شغل عندنا بعد المهرجان في توثيق بعض اللقاءات والبرامج وإنتاج بعض الوثائقيات. المهرجان يعني هو عبارة عن رؤية إسلامية تحاول أن تستثمر أحد المرجعيات الفكرية المهمة، ألا وهي فكرة المنقذ، فكرة المهدي المنتظر، ودورها الكبير في إحداث تنوير إسلامي للمتلقي الذي تعود أن يستمع إلى أفكار متضادة يعني فيها الكثير من الاختلاف. فحاولت العتبة أن تقدم هذا التراث برؤية تنويرية واضحة وبمنهج علمي رصين اجتمع فيه أساتذة من الحوزات العلمية ومن الأكاديميات ومن العراق ومن خارج العراق. هؤلاء جميعا اشتركوا في إيصال صورة جميلة عن الفكرة المهدوية وتقديمها للآخرين بشكل يحقق السلام والتواصل والمحبة. هذا المهرجان يعبر عن سعي حثيث ورؤية مستقبلية لتقديم أمة أهل البيت عليهم السلام الذي هم الصورة المثلى للإسلام والدعوة المحمدية. وهذا المؤتمر أو هذه المؤتمرات السبعة التي قدمت هي رسالة للعالم، وكذلك فيها عدة مطالب تريد منها العتبة العباسية. أولاً تقديم صورة مثلى للأجيال والنشء الجديد عن تاريخ أمتهم ومسيرتهم وطبيعة الأمور التي عاشوها. المسألة الأخرى هي رد على التخرصات والأفكار المنحرفة التي بدأت الدوائر العالمية التي تحاول تغيير مسار وتوجه الجيل والنشء الجديد نحو هذه الأفكار التي تنادي بالشذوذ وغير ذلك من المسائل والابتعاد عن العقائد والموروثات والقيم التي نشأت عليها تلك الأجيال. وكذلك هي بمثابة دعم وإشادة للجهود التي قدمها الباحثون والدارسون لهذه السير العطرة لأمة أهل البيت، ولتقديم وتحفيز أيضا الآخرين لتقديم ما عندهم من أفكار ورؤى. ولله الحمد لاقت استجابة كبيرة، ولاحظنا أن الأوراق البحثية تجاوزت المئات من الأوراق طيلة هذه الأيام السبعة. سبعة أيام مرت بسبعة مؤتمرات عقدت كانت تبحث في 12 قمراً مضيئاً في سماء مدينة علم محمدية، وباب علوي وغد مهدوي، هكذا كانت تؤكد تلك الأيام السبعة ورسائلنا اليومية. فحتى نسخة أخرى من أسبوع الإمامة، استودعكم بأمان الله وحفظه.